السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني أرحب بكم. أني شيماء، أخذكم مادة الحاسبات الدقيقة والإنجليزي إن شاء الله. طبعا نرحب بالعام الدراسي الجديد، وإن شاء الله نقدر نتواصل وياكم ونقدم، وإن شاء الله بالنجاح لكل طلبتنا الأعزاء. مادة الحاسبات الدقيقة هي مكمل لي يعني، أو هو أنتوا أخذتوا الدوائر الرقمية بالمرحلة الأولى، فهاي راح تكون مكملة لها بالمرحلة الثانية. نعم، فملزمة المادة هي هاي. الملزمة هي من إعدادي الحقيبة التعليمية لمادة الحاسبات الدقيقة المرحلة الثانية. كاتبة لكم في كل أسبوع يعني الوحدة اللي راح نستخدمها، الوحدة النمطية الأسبوع الأول، فكرة هذه الوحدة، أهداف الوحدة، ومخطط انسيابي. هاي اختبار قبلي، مجرد أنه اختبر اللي سويته، أو يعني خلفيتكم عن الدوائر الرقمية مثلا، تحويلات بين الأنظمة العشرية، وموجودة الإجابات بها. نعم، الآن نبدي بالمحاضرة. هاي الملزمة إن شاء الله راح أعطيكم إياها، حنزلها على الكلاس روم على الصف، وعندكم الكود مال الصف. إحنا كله اللي كنا نتعامل وياها الدوائر الرقمية اللي كانت مدخلاتها هي 0 1، هاي اللي أخذناها بالدوائر الرقمية. أما الدوائر اللي قيم جهود دخلها وخرجها متغيرة، مثل دائرات الRC، المكبرات، المكاملات، المقومات، هذا الأمر تسمى هاي الإشارات، الإشارات المستمرة. لكن الإشارات الدخل تكون الحاسبة تكون متقطعة، فتكون مثل 0 و1، فهي تكون معطيات تتكون من واحد وأصفار. هاي المعطيات هي اللي يتعامل بها الإلكترونيات الرقمية. يعني احنا من نتحدث عن الإلكترونيات الرقمية نتحدث عن الدوائر اللي تتقبل فقط قيمتين، يا أما 0 يا أما 1، يعني حالتين اثنتين، مثل الترانزستور اللي ينتقل بين حالتي الإشباع أو الفصل. ولكننا نختار عادة الحديث عن الجهود وليس عن التيارات. فالإشارة الرقمية مثل الإشارة اللي بالحاسبة تتكون من حالتين منطقيتين، اللي هي الحالة المنطقية رقم 1 لوجيك 1، والحالة المنطقية رقم 0 اللي هو لوجيك 0، ونطلق على كل من عندها الثنائي المنطقي والذي تسمى البت. إذا الحاسبة تتعامل فقط مع الواحدات والأصفار، واللي هي يعني المنطق الموجب والمنطق السالب، وكل منها تسمى كل واحد من عندها يسمى البت. عندي نوعين من المنطق الثنائي اللي هو المنطق الموجب مثل ما قلنا، والمنطق السالب. هذا هو الموجب اللي هو أرمز له رقم 1، يعني الجهد الأعلى، وهذا هو 0 اللي هو الجهد الأقل. مثل الفولتية، بالنسبة للفولتيات الواحد يمثل الجهد مثلا موجب 5، بينما 0 يمثل 0، أو موجب 5 بسالب 5. دائما الأعلى أنطي له الواحد والأقل أنطي له الصفر. هذا بالنسبة للمنطق الموجب، بينما المنطق السالب بالعكس، الواحد ينطيني الجهد المنخفض أو الواطئ، والصفر ينطيني الجهد العالي. ناخذ أيضا مثال، يعني هنا الموجب 5 فولت أخذ المنطق السالب، فالمنطق السالب، فإذا الصفر هو اللي يمثله، والصفر فولت يمثل الواحد، وهكذا. الحاسبة تتعامل، ما تتعامل ويا أنظمة مثل الأنظمة العددية الأعداد. أنا عندي نظام من 0 للـ10، طبعا هاي كلها أنتم ماخذيها المفروض بالمرحلة الأولى بالدوائر الرقمية. النظام العشري للأعداد، النظام الثنائي للأعداد، النظام الثماني اللي هو من 0 للـ7، النظام العشري اللي قلنا عليه أول شيء من 0 للـ9،
والنظام الثنائي اللي هو 0 و1 فقط، والنظام السداسي 10 اللي هو من 0 إلى 15، والنظام البي سي دي اللي هو راح نجي هذا إن شاء الله ناخذ تحويلات بين الأنظمة. اللي هو الباينري ديسيمال كود. نعم. النظام العشري الأعداد. هو الأعداد مثل ما قلنا احنا كل نظام بالنظام الأساس مالته ومنظومة الأساس. يعني نظام الأساس مالته، فالنظام العشري الأساس مالته شنو؟ 10. فيتكون من 0 إلى 9. والنظام العشري طبعا مثلا احنا عندي هسه الرقم 128، فثمانية نلاحظ انه هو مثل ما باخذيها قبل رتبة الآحاد، رتبة العشرات، رتبة المئات. فإذا فمثلا ثمانية رتبة الآحاد، يعني مثلا مالتها الوزن هو 8 في 1، والرقم 2 هو 2 في 20 لأنه هو رتبة ثانية خانة العشرات، والواحد اللي هو 100 1 في 100 لأنه هو خانة المئات. زين، فالمجموع مال ضربهم راح نشوف 1 في 8 زائد 10 في 2 زائد 100 في 1، هذا يساوي لنا 128. فإذا يمكن تمثيل عدد 128 كالآتي: 1 مرتبة الآحاد، مرتبة العشرات، مرتبة العفو 8 مرتبة الآحاد، 2 مرتبة العشرات، و1 مرتبة المئات. فإذا هو نفس الشيء بالنسبة لتمثيل عدد بالنظام العشري، كل عدد هو عبارة عن العدد في الأساس اللي هو 10 أس 0، بعدين المرتبة الثانية 10 أس 1، بعدين المرتبة الثالثة 10 أس 2، وهكذا تصاعديا. إذا هياتها طبعا رتب الخانات، إذا عندنا العدد يكون بفارزة 20 floating point، فراح يكون عندي بالسالب، والجهة اليسار تكون عندي بين الصفر والموجب. إذا تمثيله شلون راح يكون؟ 10 أس 0 10 أس 1 10 أس 2 10 أس 3، وعندي الديسيمال بوينت، و10 أس سالب 1 10 أس سالب 2، وهكذا. هذا بالنسبة لنظام العشري من 0 للـ9، الأساس مالته هو 10، تمثيله يكون 10 أس 0 في 10 أس 1 10 أس 2، وهكذا. نعم. النظام الثنائي الأعداد تمثيله هو بين 0 و1 فقط. أيضا احنا قلنا الأساس مالته النظام العشري كان الأساس مالته 10، النظام الثنائي الأساس مالته 2. إذا 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2، وهكذا. فلتمثيل عدد، يعني مثلا هسه عندي العدد 1 1 0 0 1، راح يكون 1 في 2 أس 0 زائد 0 صفطم صفط الواحد 1 1 0 0 1، بعدين نحط جوا الواحد الأولى 2 أس 0، بعدين 2 أس 1، بعدين 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4، ثم نضرب كل رقم بالأس المرتبة مرتبة العدد مالته، يعني 1 في 2 أس 0 زائد 0 في 2 أس 1 زائد 0 في 2 أس 2 زائد 1 في 2 أس 3 زائد 1 في 2 أس 4، وهكذا يطلع لك الناتج 25. حتى نميز النظام الثنائي عن العشري عن الهاي، يكون كل نظام بين قوسين العدد وتحته النظام 2 اللي هو الأساس العدد، أساس النظام. نعم. النظام الثماني، ويطلق على النظام الثماني مثل ما قلنا نظام الأساس 8، يعني هو من 0 إلى 7، أيضا الأس مالته هو 8. فإذا 8 أس 0 8 أس 1 8 أس 2، وهكذا. السداسي 10 اللي هو من 0 إلى 15 A B C D، العفو من 0 إلى 9، هو مثل ما النظام العشري، بس حتى يفرق لنا عن النظام العشري، فالعشرة ما نكتبها 10، راح نكتبها A، الـ11 B، الـ12 C، والـ13 D،
وال14 اي والاف هو 15. ايضا الاساس مالته هو شنو؟ 16. اذا 16 اس 0، 16 اس 1، 16 اس 2 وهكذا. العفو. البي سي دي اللي هو اساس النظام العدد العشري مثل ما قلنا، اللي هو الباينري ديسيمال، الباينري كود الديسيمال عفوا، يكون من نفتهم البي سي دي يكون التحويل بين النظام الى النظام العشري كلش سهل. ليش؟ لان هو يقوم على مبدأ 8421، 8421 اللي هو 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، وهذا هو العشري. مثل ما قلنا الاربع اصفار هو صفر، الواحد نشوف وين مكانه، الواحد جاء هنا وهسه نحطه واحد، نشوف هذا وين جاء، هنا نحطه اثنين، نشوف ذولا شنو، واحد بواحد هم يعني واحد زائد اثنين ثلاثة. مثلا هسه هذا عندكم واحد صفر صفر واحد، هنا الواحد وهنا الثمانية، مو اذا هو تسعة. وهكذا نقدر نمثل اي عدد عن طريق 8421 اللي هو الباينري كودد ديسيمال. طبعا احنا ليش نسوي تحويلات بين الأنظمة؟ الحاسبة ما تفتهم النظام العشري، ولا تفتهم السداسي عشر، ولا تفتهم الثماني، وإنما تفتهم فقط الثنائي. تفتهم فقط الثنائي، يعني أي عدد ندخله، أي حرف للحاسبة ندخلها، فهو يتم تحويله بشفرة خاصة في برنامج خاص داخل الحاسبة، يتحول إلى صفر واحد، صفر واحد. واضحة؟ لهذا نحتاج تحويلات بين الأنظمة. إذا لازم نحول الأعداد العشرية إلى الثنائي، الأعداد الثمانية إلى الثنائي، الأعداد السداسية عشر إلى الثنائي حتى تفتهمها الحاسبة، وبالعكس حتى تظهر لنا الأرقام والرموز مثل ما احنا نريدها على الحاسبة. لازم اكو بداخل الحاسبة ايضا شفرة لتحويل، يسموها عملية انكودينج وديكودينج، يرجع يحولها الى العشري والسداسي عشر والثماني. هسه راح نجي على اول شيء، التحويل من العشري الى الثنائي. راح ناخذ العدد مثلا عندي 14، العدد 14، 14 انقسمه على مرتبة العدد اللي نريد نحوله، يعني للثنائي، احنا نريد نحول من العشري للثنائي، فنحوله تقسيم اثنين، ايش قد؟ سبعة، الباقي ايش قد؟ صفر، الباقي صفر، نعم، نرجع، سبعة تقسيم اثنين ثلاثة، الباقي واحد، ثلاثة ناتج القسمة ثلاثة، ناخذها تقسيم اثنين واحد، وأيضا الباقي واحد. واحد تقسيم اثنين صفر والباقي واحد، نرتبها من الأقل إلى الأعلى. هذا اللي بالبداية أول شيء يسموه least significant bit، least significant bit اللي هو أقل البت، الأقل قيمة، الأقل مرتبة، واللي يكون آخر شيء هو الأعلى مرتبة، most significant bit. فإحنا نصفطه من الأول إلى الآخر، فبالتالي الـ14 هو يكون هذا الناتج مالته، 1110. هذا بالنسبة للعشري إلى الثنائي، نقسم على اثنين، ناتج القسمة ناخذه، واللي باقي نحطه يعني يكون يا إما صفر أو واحد، وإلى أن نوصل القسمة تكون ناتج القسمة يكون صفر، ناتج القسمة يكون صفر، فبهالحالة راح يكون نرتبها من الأعلى، من الأقل إلى الأعلى، يعني أقل أول شيء هذا الصفر، بعدين واحد 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 إلى الأعلى. نعم، راح ناخذ مثال، راح ناخذ مثال. عندك 25 حولها إلى مكافئة الثنائي، يعني نحول من العشري إلى الثنائي. 25 تقسيم 2 ايش قد؟ 12، والباقي 1. 12 ناتج القسمة 12، نقسمها تحت على 2 6، والباقي صفر. 6 تقسيم 2 3، والباقي صفر. 3 تقسيم 2 1، والباقي 1. 1 تقسيم 2 صفر،
والباقي واحد، وهنا صار عندي ناتج القسمة صفر، فإذا أتوقف. من الأعلى، العفو، الأقل مرتبة اللي هو الواحد، من الأعلى اللي هو هذا، فإذا نرتبها من الأقل إلى الأدنى. واضحة إن شاء الله. ناخذ مثال آخر بنفس الطريقة، 87 تقسيم 2 43 والباقي 1، 43 تقسيم 2 21 والباقي 1، وهكذا، ونرتبها من الأقل إلى الأعلى. نعم. هاي بالنسبة للعدد الكسري، يعني مثلا 0.3125 أريد أحوله إلى النظام الثنائي، فبالعكس مو نقسم على 2 وإنما نضرب في 2، هياته نضرب في 2 وناخذ اللي العدد الصحيح من الناتج، يعني 0.3125 في 2 ايش قد الناتج؟ 0.625. إذا ناخذ الجزء الصحيح اللي هو الصفر نضربه في 2 يطلع 1.25. واحد ناخذ، ايش يبقى لنا من اخذنا يعني النقص من الواحد، ايش يبقى لنا؟ 0.25 في 2.5، ايضا ناخذ ايش قد؟ الصفر. الصفر 0.5 في 2 شو يساوي لي؟ واحد، واخذ الواحد. لما ناخذ الواحد ايش قد يبقى من الناتج؟ يبقى صفر، فاذا توقف العمليه، توقف العمليه. ايضا راح ارتبه من الاقل الى الاعلى، فاذا صفر واحد صفر واحد، فهذا يكون الناتج. طبعا راح احطه بين قوسين 2. عندي هذا العدد، حول العدد العشري 39.25 إلى مكافئه الثنائي. أول شيء هذا يتكون من عدد عشري صحيح وعدد اللي هو يكون كسري. إذا أول شيء أنا أحول العدد الصحيح ثم أخذ العدد العشري وأحوله. إذا نبدأ أولا بتحويل العدد العشري الصحيح. أول شيء طبعا 39 راح أقسمها على 2. ايش قد الناتج؟ 19 مثل ما تعلمنا، الباقي 1. 19 تقسيم 2 9 والباقي 1. 9 تقسيم 2 4 والباقي 1. 4 تقسيم 2 2 والباقي 0. 2 تقسيم 2 1 والباقي 0. 1 تقسيم 2 0 والباقي 1. واذا الناتج صار 0، فاذا هذا العدد اول شيء هذا نتيجته من الاقل واحد 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 صفر صفر واحد، هذا منو العدد الصحيح. هسه ايش عندي؟ 0.25 اضربها في 2 ايش قد؟ 0.5 اخذ الصفر. صفر 0.5 في 2 واحد اخذ الواحد ايش قد يبقى؟ صفر، فاذا اتوقف. اذا الناتج مالته هو صفر واحد، هيك شيء يترتب صفر واحد. فاذا راح نشوف شلون صار 0.01، لأن هذا يكون الأقل وهذا الأعلى، بينما بالصحيح هذا الأقل وهذا الأعلى. أترتب بالصحيح أرتب من هنا الصغير إلى الكبير، بينما بالكسري من هنا الصغير إلى الكبير. فإذا الناتج النهائي راح أحط اللي طلعته بالعدد الصحيح ثم الفارزة ثم العدد الكسري النتيجة مالته. هذا التمرين عليكم، حول العدد العشري اطلعوا عليه إلى عدد ثنائي. ناخذ الخمسة أول ما ونحولها، بعدين ناخذ الستة 2 5 وأيضا نحولها، راح يكون ناتج عندي تفاصيل العملية موجودة. الآن إذا نريد نحول بالعكس من النظام الثنائي إلى النظام العشري، من النظام الثنائي إلى النظام العشري، حول العدد 1 0 0 1 1 إلى عدد عشري. أول شيء إحنا نصفط قوى العدد، 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2،
2 أس 3 2 أس 4 1 2 يعني مجرد هاي أنا أرتبها بجدول حتى وأسم بس أصفط الأرقام وتطلع 4 8 16. العدد هو شنو؟ أحطه 1 1 0 0 1 وأجي أبدي أضرب 1 في 1 زائد 1 في 2 زائد 0 في 4 زائد 0 في 8 زائد 1 في 16 ويطلع الناتج 19. إذا العدد الثنائي يكافئ العدد العشري 19. الآن حول العدد هذا الثاني 1 0 1 1 1 0 إلى عدد عشري. أيضا نحط قوى الأعداد من 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 2 أس 3 2 أس 4 2 أس 5. وأيضا احنا نحطهم ايش قد ما تكافئ بالأس، وثم نحط الرقم تحت كل مرتبة 0 1 1 1 0 1 وأضرب كل واحد باللي كافئه يطلع لي الناتج 46. أيضا هذا مثال آخر اطلعوا عليه. هسه راح نجي إلى شلون نحول العدد الثنائي إلى اللي يتكون من عدد صحيح وعدد كسري إلى عدد عشري. أول شيء احنا نحط قوى العدد مثل ما قلنا، اللي بيه فاصلة نحط اللي على اليمين الأعشار واللي على اليسار الصحيحة. على اليمين 2 أس سالب 1 2 أس سالب 2 2 أس سالب 3، واللي على اليسار 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 2 أس 3. ومرتبة العدد 2 أس سالب 1 هو 0.5، 2 أس سالب 2 اللي هي 1 على 2 أس 2 اللي هي ربع، و 2 أس سالب 3 اللي هي 1 على 2 أس 3 يعني 1 على 8 اللي هي 0.125. واللي قلنا على اليسار 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 2 أس 3 أيضا نصفطهم 0 1 1 1 ومن هنا 1 0 1، وأيضا نضرب كل واحد فيما يكافئه يعني يساوي 1 في 8 زائد 1 في 4 زائد 1 في 2 زائد 1 في 0 زائد 1 في نص زائد 0 في 0.25 زائد 1 في 0.125 ويطلع لك الناتج هذا. واضحة؟ نجمعها كلها. إذا مجرد عملية تصفيط، نصفط قوى العدد و العفو نصفط قوى العدد ونصفط جواها الأرقام اللي نريد نضربها ونضرب كل واحد فيما يكافئه. نعم. هسه نجي التحويل من النظام الثماني إلى النظام الثنائي. احنا من قلنا هسه العشوي شلون نحوله إلى ثنائي؟ نقسم على 2. الثماني كلش سهل، أنه كل عدد نمثله بما يكافئ بالثنائي. يعني أريد أحول العدد 2 5 3 إلى ما يكافئ بالثنائي. 3 حسب تمثيلها بقوى العدد راح أمثلها 0 1 1 يعني 2 أس 0 2 أس 1، فإيش صارت عددها 3. يعني كل عدد أمثله بما يقابله بالبي سي دي كود اللي قلنا عليه 8 4 2 1. 5 راح أجي أحط 8 4 2 1. نرجع على الجدول اللي عندي. نعم هذا. هسه نجي الخمسة شلون نمثلها؟ 1 0 1 وهكذا. شوفوا، فإذا ناخذ كل عدد من الثماني ونحوله إلى ما يكافئه بالبي سي دي كود. الخمسة قلنا 1 0 1، الاثنين احنا نحط 1 2 4 8، وين صاير الاثنين هنا؟ طبعا لازم كل عدد امثله بثلاث مراتب، لازم كل عدد امثله بثلاث مراتب اذا وتالي ارجع اصفطهم. هذا هو التحويل الى النظام من الثماني الى الثنائي. الان نجي الى الثنائي الى الثماني. كل ناخذ كل ثلاثة العدد عندي
ناخذه كل ثلاثه ونشوف ايش قد يساوي. هسه نجي اول ثلاثه ايش قد؟ هو واحد. ثاني ثلاثه 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 فهو 5. ثالث ثلاثه اذا ناخذ كل ثلاثه ونمثلها بالثنائي، يعني مو انه اسوي كلها 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 وامشي، لا، ناخذ كل ثلاثه ونعاملهم وحدهم، ونعاملهم وحدهم. طبعا هاي انتم المفروض كلها عندكم خلفيه عنها وماخذيها بالدوائر الرقميه. اني المحاضره الاولى اليوم عباره عن مراجعه سريعه لهذه التحويلات بين الانظمه ولتمثيل اعداد في داخل الحاسبه، على مود ان شاء الله من نبلش تفهمون الحاسبه شلون تشتغل، انه هي تتعامل فقط مع الثنائي. الان نريد نحول العدد الثنائي هذا، نريد نحوله إلى عدد ثماني، هو بفاصلة عشوائية، الفاويز العشوائية، وبعدد صحيح وبعدد عشوائي. زين، هسه راح نجي، طبعا احنا مو قلنا نريد نحول ثنائي إلى ثماني، لازم كل ثلاثة نحولهم. زين، إذا كان مو ثلاثة، يعني مو مضاعفات ثلاثة، يعني هسه أخذنا ثلاثة، أخذنا ثلاثة بقى الواحد هذا، شو نسوي؟ نضيف له أصفار. الأصفار اللي هنا ما لها مرتبة، مجرد على مود يساعدنا بتمثيل عدد. وبالنسبة هاي إذا كان يساوي الفاصلة، أما إذا كان يمين الفاصلة فنضيف الأصفار من هنا يكون ما إلها قيمة. الأصفار ما إلها قيمة. إذا هنا راح نحسبه 1 2 3 4 5 6 7، إذا هو ليس من مضاعفات الثلاثة، فراح نضيف صفرين هنا ونضيف أيضا صفرين هنا. شوفوا شلون صار؟ صفرين ما لهم قيمة، مجرد لتمثيل عدد. هسه راح نجي ناخذ كل ثلاثة. أول ثلاثة هاي ايش قد؟ 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 يعني 4. هسه نجي الثلاثة الثانية. 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 أيضاً 4. هسه هاي 1 1 1 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 7. 0 1 0 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 2 وأخير شيء الواحد. ممكن إذا هسه إذا نريد نحول الثماني إلى نظام عشري أو سداسي عشر، فإذا لازم شو نسوي؟ نحول الثماني إلى ثنائي، ومن الثنائي نحوله إلى أي نظام نريده، هاي المفضلة عندنا. الآن نحول من النظام السداسي عشر إلى النظام العشري. من النظام السداسي عشر إلى النظام العشري. أيضا قلنا قوى العدد هو شنو؟ 16 أس 0، 16 أس 1، 16 أس 2، 16 أس 3، هذا هو نظام العدد. وأيضا هنا عندي مثلا هسه أنا أريد أحول هذا العدد 522.39، هذا أريد أحوله إلى عشوي. أي شيء نحوله إلى عشوي نضرب العدد في الأساس مالته، يعني 16 أس 2 في 5. أول شيء نحط الجدول هذا، أول شيء نحط هذا 16 أس 0 16 أس 1 16 أس 2، وهاي الفاويزة 16 أس سالب 1 16 أس سالب 2. راح نجي نصفطها 2 2 5، العدد هذا فاوزه 3 9، اجي اضرب كل واحد فيما يكافئه، يعني 2 في 16 اس 0 زائد 2 في 16 اس 1 زائد 5 في 16 اس 2 زائد 3 في 16 اس سالب 1 زائد 9 في 16 اس سالب 2، ونحسبها ايش قد تطلع؟ تطلع هذا الناتج. هسه نريد نحول هذا العدد السداسي عشر 2 ب 6 الى عدد عشوي. اول شيء نحط القوى بالعدد اللي هو 16 اس 0 16 اس 1 16 اس 2، مرتبه العدد اللي هي 1 16 256، مجرد اصفطها. هسه 6 ب 2، اجي 2 في 256 زائد البي في 16، البي ايش قد هي؟ 11، 11 في 16
زائد 6 في 1 ويطلع هذا الناتج. هسه هذا العدد السداسي عشاء اي 3 اف دو نقطه فاوزه سي الى عدد عشوي. ايضا نحطه هنا ما دام عندي فاصله احط الفاصله على اليمين 16 سالب 1، اذا اكو اكثر اسوي 16 اس سالب 2، وعلى اليسار 16 اس 0، 16 اس 1، 16 اس 2، واصفطها واطلع الناتج. اذا اريد هذا بالنسبه للسداسي 10 الى عشوي، شلون كنا نحول الثنائي الى عشوي؟ نضرب 2 في 10 اس 0، العفو 0 في 10 اس 0، 1 في 10 اس وهكذا، نفس الشيء هذا. القوى العدد تنضرب بمرتبة العدد والعدد نفسه في كل مرتبة عنده. هسه إذا عندي من النظام العشري إلى النظام السداسي 10، من شنو نحول من النظام العشري إلى الثنائي؟ شنو نسوي؟ نقسم على 2 وناخذ باقي القسمة. هسه نريد نحول من العشري للسداسي 10، نقسم على 16 وناخذ باقي القسمة. 314 أريد أحولها إلى سداسي 10. 314 تقسيم 16 19، والباقي ايش قد؟ ضربوها 19 في 16، الباقي ايش قد يبقى؟ 300 العفو 19 في 16 304، والباقي ايش قد؟ 10، يعني هو اي 19 تقسيم 16 1 والباقي 3، 1 تقسيم 16 0 والباقي 1، يتوقف القسمه. اجي انزلها اي 3 1 نفس اللي أخذناه، بس مجرد بدال تقسيم 2 تقسيم 16. مثال آخر، العدد 87 إلى سداسي 10. العفو هنا أنا غلط بالطبع، هذا المفروض 45، هذا 45، نعم. العدد العشوي 329.52. نعم، قلنا العدد الصحيح ناخذه وبعدين العشوي. العدد الصحيح كنا نقسمه على 2، هسه قمنا نقسمه على 16. 3 2 9 تقسيم 16 ايش قد؟ 20، والباقي 9. نعم، لان 16 في 20 320، فالباقي 9. 20 تقسيم 16 1، والباقي ايش قد؟ 1 في 16 16، والباقي 4. 1 تقسيم 16 0، والباقي 1. إذا نزلها 9 4 1، هذا بالنسبة للجزء الصحيح. الآن نجي على الجزء العشوي اللي هو ايش قد؟ 52، نضرب فيه 2، العفو هنا كنا نضرب فيه 2، الآن نضرب فيه 16. 16 هنا يطلع لنا ايش قد الناتج؟ 16 في 0.52، هاي بالحاسبة تضربوها يطلع 8.32. ايش ناخذ؟ ناخذ الثمانية. الآن اللي بقى 0.32 في 16 5.12، أيضا ناخذ الخمسة. إيش بقى لنا؟ 0.12، وهكذا إلى أن يطلع لي هذا النتيجة. أصفطهم، فالنتيجة راح تكون 1 راح تستمر القسمة، لأنها حضر أعداد عشوية مو مثل الصفر والواحد تنتهي، فراح تكون إحنا نشوف إنه بالسؤال مثلاً أن الخانات المطلوبة هي 6 خانات عشوية، فأتوقف مثلاً 3 خانات، أقول لكم إنه فقط 3 خانات عشوية، فنتوقف عند الـ3 خانات، يعني هاي وهاي وهاي وهكذا. نعم، فالناتج النهائي راح يكون 149 الصحيح فاصلة عشوية، وننزل هذا اللي بقى عندي 8 5 1 اي بي 8، كله اكتب عليه اس 16. هذا ايضا مثال اخر انتم ممكن تتمرنون عليه. الان نجي الى التحويل من نظام السداسي 10 الى النظام الثنائي. طبعا النظام السداسي 10 مثل النظام الثماني، مو كنا ناخذ كل ثلاثه، كنا ناخذ العدد، كل عدد من الاعداد الثمانيه كل عدد ونمثله بثلاث مراتب من الصفر والواحد. هنا نفس الشيء، ناخذ كل اربعه ونمثله ايضا بصفر والواحد، يعني هذا العدد اي 3 9، احط اي و3 و9، الاي امثله بعدد
سداسي 10، العفو عدد ثنائي حسب البي سي دي كود اللي هو 8421. انا دائما احط 8421 زين وامثل عليها. فاذا العفو الاي هو شنو؟ عباره عن 10، يعني 2 اس 0 يعني اقول 2 8 مو 10. اذا احطها 1 0 1 0 الثلاثه شلون امثله؟ ام ايضا احط 8 4 2 1 هو 1 1 0 والتسعه هكذا. نفس الشيء بالنسبه اذا عندي فاويزه مجرد احط الفاصله وامثل اللي وراها. كل عدد اذا احوله الى 4 من الصفر والواحد حسب 8 4 2 1 البي سي دي كود سواء كان عندي فاصله او غير فاصله. الثنائي للنظام السداسي 10 مثل ما قلنا بالثماني كنا ناخذ كل ثلاث مراتب ونحط لها بما يكافئها الرقم مالتها. هنا راح ناخذ كل اربع مراتب ونشوف اللي كافئها. ايضا هسه عندي هذا مثلا اريد احوله ايضا ناخذه. طبعا هنا لازم يكون كان يكون لازم مضاعفات الثلاثه قلنا، هنا لازم يكون من مضاعفات للثمانيه. اذا العفو مضاعفات الاربعه، اذا خلينا نعد هنا قبل الفايز ايش قد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اذا هو مضاعفات الاربعه العفو ما يحتاج اضيف اصفاره، واذا ليس من مضاعفاته فاذا اضيف هنا له اصفاره. ايضا هذا خلينا نحسبه 1 2 3 4 1 2 3 4 ايضا ما في من مضاعفات الاربعه اذا ما يحتاج انه اضيف له اصفار، واذا احتاج اضيف له اصفار على يمينه لانه ما ياثر عليه. بينما هنا لو نضيف على يمينه ياثر عليه، اللي قبل الفاويزه نضيف على اليسار واللي بعد الفاويزه نضيف على اليمين. واذا ما عندي فاويزه فاضيف فقط على اليسار. نعم. الان راح ناخذ هاي الاربعه امثلهم. هاي شو تساوي لي؟ احط هنا 1 2 4 8. فإذا شو تساوي لي؟ 4 هنا 1 2 4 8 شو تساوي لي؟ 10 اللي هو الأي هنا 1 2 4 8 13 اللي هو الدي هنا 1 1 2 4 8 اللي هو 11 اللي هو البي، وآخر شيء هذا اللي هو الواحد. نعم هو هذا العدد الأصلي، هذا ضفنا له صفاوة 2 وهذا ضفنا له صفاوة 2. نعم الآن تحويل من 20، احنا تقريبا هذا شرحناه اللي مكافئة بالكود بالبي سي دي كود. هسه شلون نحول مثلا العدد العشوي مباشرة إلى البي سي دي كود؟ 157 راح ناخذ السبعة شلون نمثلها؟ 8 4 2 1 الخمسة 8 4 2 1 و الواحد 8 2 4 1 عفوا 8 4 2 1 ايضا هذا الكود مثل اللي شرحناه سابقا. شلون نحول الى النظام الثنائي هذا العدد؟ ايضا شلون نحوله الى المكافئه العشوي؟ ايضا ناخذ كل اربعه ونمثلها. هذا مجرد اختبار لكم تقدرون تختبرون به اللي اخذناه، انه نريد نحط دائره حول الحرف الذي يسبق الاجابه صحيحه. هذا العدد العشوي العفو الثنائي نحوله الى النظام العشوي، الى النظام العشوي. هذا العدد نحوله من الثنائي الى الثماني، حولوا وشوفوا النتيجه تطلع صحيحه. وموجوده اني كاتبه لكم جدول الحلول بعدها، بس مجرد انه تختبرون مهاراتكم بالاعداد، وخلالها ان شاء الله عندكم اي سؤال فانتم تسالون بالصف موجودين اي شيء. انا المزمه ان شاء الله راح انزل لكم اياها مع المحاضره التسجيليه اليوم، وان شاء الله تقوم بها. بس انتم المفروض هاي المعلومات اكيد يعني مروا عليكم، انا يعني حاولت امر عليها بسرعه لان انتم ماخذيها، لان انتم ماخذيها. عوده الى البي سي دي كود، شلون نحول هذا العدد هو البي سي دي كود الى 20؟ ايضا ناخذ كل اربعه نمثلها على 8 4 2 1، هاي 5 6
فاصل عفو 625. إذا التحويل من الثنائي إلى كود البي سي دي، لازم أول شيء أحول عدد الثنائي إلى العشري، ومن العشري أحول البي سي دي كود. هاي يعني ماكو طريقة مباشرة، وإنما من العشري لل بي سي دي كود أنه أحول ثنائي، ومن الثنائي أحول البي سي دي كود. هاي مثل ما قلت لكم أسئلة بتحويل أعداد، وهياته هو الجواب. أنا بس مجرد أريد أشوف مهاراتكم بالتحويل، أريد أشوف شلون حولتوا، أريد أشوف شلون حولتوا. نعم، وإذا عندكم أي سؤال يعني هسه أنا هذه يا ريت لو أعتبرها واجب بيتي أنه تحلوا لي إياها بورقة، هاي الخطوات مالتها، وهو الناتج موجود هنا، هذا رقم السؤال والإجابة مالته. هذا القبلي العفو، هذا الاختبار الاولاني. هسه عندي الاختبار البعدي ايضا اللي هو هذا، هذا الاختبار البعدي، واكو هذا اللي قلنا عليه بالبدايه اول شيء. نعم، هذا اللي بالبدايه، هذا الاختبار القبلي. اريد من عندكم كل طالب يسوي لي الاختبار القبلي والاختبار البعدي، يشوف هو الحل موجود، يعني الحل رقم الإجابة الصحيحة موجود، لكن أريد خطوات التوصل إلها، أريد خطوات شلون حصل على هذه النتيجة، وأعتبرها واجب بيتي، وتنوفر على الصف، وأكيد أنتم يعني من العام بالمرحلة أصحاب المرحلة الأولى عرفتوا شلون تحويل الاختبارات أو الواجبات البيتية. نعم، وخلالها عندكم اي استفسار مثل ما قلت لكم راح انزل لكم ان شاء الله الملزمه مع محاضره اليوم ان شاء الله، واذا عندكم اي اسئله تكتبوها بالصف خلال على مود نتناقش بها ان شاء الله. موفقين ان شاء الله.